الو، السلام عليكم. عليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله. وبركاته. حضرتك أهلا وسهلا، اتفضل. من فضلك، أنا عندي 47 سنة. عندي البيريود ما بتجيش بقالها 6 شهور. أنا مش عندي لوب ولا عندي أي وسائل حمل، وكنت عايزة أسأل الدكتور هل ده طبيعي في السن ده إن هي مش هتيجي تاني البيريود، ولا هل في أعراض تانية مصاحبة إنه البيريود ما بتجيش؟ لا لا، بس فأنا كنت عايزة أسأل هل ده مش كويس على عظمي، مش يعني هو المفروض، أنا كنت بقالها مدة كنت باخد حقن معينة إنها تنزلها، بس دلوقتي ما بتجيش، مش عارفة هل ده صح ولا لازم. يعني أنت ما كنتش بتاخدي الحقن كانت بتنزل؟ هيك والدة قبل كده معاكي أطفال؟ انا من زمان، انا ولادي كبار عندي. والدوره قطع بقى لها 6 شهور، ما قطعتش قبل كده؟ كانت بتقطع 3 شهور وتيجي، بس بالحقن، وبعدين ببطلت الحقن خلاص. ما عملتي تحليل هرمون ولا لا؟ عملت الاف اس اتش، طلع كام؟ كان مظبوط، والدكتور قالت لي لازم حديكي هرمونز وحاجات كده، فقلت لها لا انا مش عايزه عشان جسمي ما يبوظش ولا حاجات من دي. اوكي طيب، ميرسي يا مي. طيب يا مي، طبعا احنا عايزين نتكلم على سن توقف النشاط الانجابي، دي مهمه جدا. اولا سن توقف 47 ده بدري قوي. سن توقف النشاط الانجابي المفروض عن سن 51 سنه. ده يعني ده السن بس احنا دايما بنقول ان في قبليه مثلا بخمس سنين او بعديه بخمس سنين ده ممكن يحصل، ف 47 سنه دوت ممكن يكون سن يحصل فيه توقف النشاط الانجابي. وليه اعراض طبعا وليه حاجات، هي 6 شهور ومع تحليل هرمون لو طلع الاف اس اتش عالي بيدل مور لاس ان هو دوت حصل توقف في النشاط الانجابي، فبالتالي هي بتبدا تشوف الحاجات اللي بتسببها نقص هرمون الاستروجين. هرمون الاستروجين لما بينقص في الجسم بيسبب حاجات من ضمنها الصهد. الصهد عشان كده سالتها الصهد اللي هي بتحس اي اعراض، قالت لا ما حسيتش. ممكن تحس بارق بالليل، ممكن تحس بعرق بالليل وهي نايمه، باضطرابات معينه، جفاف مهبلي بيحصل وقت العلاقه الزوجيه، حاجات كتيره جدا، سلس بول غش بيحصل قبل كده يبدا يظهر في الاوقات دي. كل ده بيحصل ولا احيانا يحصل؟ ما انا لازم بقى ان ابقى عارفين حاجه، ان مش كله بيحصل في نفس الوقت، ومش كل الدرجات، يعني في بتحصل بدرجات متفاوته، يعني مثلا ناس كثيره جدا ممكن يحصل في 20% من الناس انه ما يحسوش بموجات الحمو ديت ولا موجات الصهد دي. يعني هي مش حاسه بحاجه، ممكن ما تحسش بيها، بس في ناس ممكن يحسوا بيها لدرجه ان هم مش قادرين يستحملوها، فبنضطر ان احنا ندي لهم هرمونات. الموضوع طبعا قصه شائكه شويه، ان احنا زمان قبل سنه 2002 كنا بندي الهرمونز للستات كلها. كنا اي واحده بتعاني من نقص في هرمون الاستروجين كنا بندي لها الهرمونات، لحد ما ظهرت ستادي كده، دراسه سنه 2002 اسمها دبليو اتش اي ستادي، ظهرت قالت ان في احتمال ان يكون الهرمونز اللي احنا بنديها ممكن تزود نسبه الاصابه بسرطان الثدي عند بعض السيدات اللي هم عندهم تاريخ او حاجه 5 سنين وفوق، يعني اغلبيه اللي اشتركوا في الدراسه دي كانوا فوق 60 سنه. فبدانا نعمل حاجه اسمها، حاجه مشهوره في الطب قوي اسمها individualized treatment، يعني كل حاله على حده بنشوف هي محتاجه ايه ونديها لها. اللي هتبقى محتاجه هرمونات ممكن تاخدها، بس لازم ان احنا نبقى متابعه دقيقه، تعمل ماموجرام الاول، تعمل قياس لهشاشه العظام عشان نشوف اذا كانت ممكن. هي الهرمونات دي بتعمل ايه؟ هل بتنزل البيريد ولا لا؟ لا، هي بتعمل ايه؟ احنا زي ما شرحنا يا دعاء في الاول خالص، نزول البيريد مرتبط بوجود حويصلات كتيره، الحويصلات ديت او بويضات موجوده. كل سيده بتتولد عندها 2 مليون بويضه تقريبا. توصل عند سن البلوغ عندها 500,000 بويضه، كل شهر تقريبا يخلص 1000 بويضه، فعلى سن 51 سنه كل البويضات خلصت من عندها خالص. ممكن توصل لسن التوقف النشاط الانجابي ما عندهاش بويضات. المبايض موجوده بس ما فيش جواها بويضات. فبالتالي افراز الهرمونات اللي بيتم دوريا كل شهر دوت بيقل، لان افراز الهرمونات ده بيعتمد على ايه؟ على ان حويصله بتكبر، في الحويصله دي بتفرز هرمون الاستروجين. فبالتالي هرمون الاستروجين. طب حضرتك بتدوا الهرمون ليه بقى؟ يعوض ايه؟ هو بقى بالظبط كده، هو اللي انت بتقوليه ده مهم جدا. بيعوض ايه؟ الهرمون دوت كان بيساعد على دخول الـ نفس الـ العظام، يخش الكالسيوم جوه يبقى ديبوزيت في العظام. فبيخلي بيحمي من هشاشه العظام، عشان كده السيدات اكثر عرضه من هشاشه العظام من الرجال، العظام بعد توقف نشاط الانجابي من الرجال.
اللي بيحصل لهم بون لوس ممكن يوصل ل 3% كل سنه لو ما بيستعملوش هرمونات او حاجات تانية. دلوقتي في حاجات بديله للهرمونات زي حاجات الفوزاماكس، زي الحاجات اللي بتزود الديبوزيشن. طيب يعني هي لازم تروح تكشف وتعرف، لازم طبعا تكشف الاول وبعدين بتعمل قياس لهشاشه العظام. هيتعرف هي ده وقف نشاط الانجابي ولا لا؟ يعني هيتعرف طبعًا من الكشف يعني هي بالتحاليل وكده بيتعرف اوكي، ومن الاشعه بتتعمل وساعتها بقى نشوف اذا كانت هي رغبتها يعني ايه اكتر حاجه بتؤرقها، لان احنا ساعات ممكن يكون كل الحاجات عباره عن حاجات سيكولوجيه فبندي لها سبورت سايكولوجي يعني يعني ممكن ما تبقاش محتاجه لاي حاجه من الحاجات اللي احنا بنقول، ممكن نتابعها بالذات ان احنا بنعمل بيز لاين ماموجرام وبيز لاين بون دنسيتوميتر اللي هو قياس هشاشه العظام. لو احنا قدرنا ان احنا نلاقيهم دولت كويسين ممكن انها ما تحتاجش غير انها تاخد مثلا كالسيوم وخلاص، ما تاخدش حاجات تانية او هرمونات. كل عرض موجود عندها ليه العلاج بتاعه دلوقتي، عشان كده حضرتك قلت انديفيديوال كل واحد بشكل فردي، دواء واحد ينفع للكل، فمش زي زمان يعني.